الكل ان شاء الله يتكرمون، العراقيين الكل. يعني اللي قاله كابتن حسن كمال في كوره قبل ايام صحيح، يقول اكو ناس ما لابسين شورت بحياتهم، صاروا يكرمون قطعتين ارض وثلاث قطع بفتره قصيره، واكو الاف الناس من الابطال والرواد اللي خدموا المنتخبات بكل الالعاب والله العظيم ما عندهم متر ملك بهذا الوطن. يا من مسؤول عليها؟ من اللي قاعد يقدم الاسماء؟ من المشكله؟ من هاي الاسماء اللي قاعد مثلا يدرج اسماء؟ انت اكو عندك مستشارين رئيس الوزراء يا فلان انه المنتخب يتكرم والمدربين ورئيس الوفد، مو على اقل تقدير. بس بعد ما اعرف صارت هي استنوها سنه يمكن صارت الكل يتكرمون، وهذا رزقهم. ما شوف قاموا يروحون ويا رزقهم بعد ورزقهم الله جابه خليهم. ايش يسوي؟ شوف هذا المحور لو يعرضك ليش لحرج. لا ابدا ابدا ولا اتعرض لاي حرج بصراحه. لا. امر مرفوض وامر غير مقبول بصراحه وغير ممنهج بالمره ان تكرم ناس جل احترامي، هذا واجبهم. مكتب تنفيذي اعضاء اتحاد واجبه انه يهيئ كل الامور اللوجستيه الاداريه التنظيميه للمنتخب الاولمبي، وهذا عمله. اما عمليه تكريمهم ويمثلوا او يعني ياخذون حقوق مثل حقوق المدرب اللي تحمل الضغط وتحمل المسبه والشتيمه وكثير من يعني الالفاظ النابيه والجهاز الفني واللاعبين على ما تحملوه، ايضا حتى اللاعبين تحملوا من ضغوطات ويتساووا مثل الجميع. لا هذه مرفوضه والله العظيم. وهذه انت تقول لي حرج؟ لا حرج ولا ابد، هذه سابقه وسابقة أنا أعتقد ربما خطيرة عندما تستمر. لذلك على المسؤول أنه عندما يعطي هذه أموال الشعب، بصراحة أموال الشعب، أقول أموال الشعب جل الاحترام لرئيس الوزراء ومن ومستشاريه، يجب أنه يؤخذ بنظر الاعتبار من يقدم على من يقدم، من قدم الإنجاز على من. أما هذه الحالة أو الظاهرة الكل يكرم، انا اعتقد لا نحسد احد، ولكن حاله غير منطقيه وحاله والله كابتن لا حسد ولا احد، بس هذه حقيقه. لا حاله لابسين قوتكم وقاعدين لي بالفي اي بي، ووقت الفوز تطلعون هيك تضربون باللاعبين مبروك مبروك، وبالخساره كلهم يضمون رؤوسهم. على شنو جايين ومخلين اسمائهم بالسره؟ هذا المستلم مسدس وهذا بشهر مستلم لي قطعتين ارض، شو مسوي محررها هو لو مخترع كره القدم؟ علي هاي بها حسابات للسنوات سنتين الثالث سنتين القادمه، حسابات بها وايد. اصوات اي والله، انا وجهه نظر شخصيه والله ما ادري. خل اسالكم بنقطه.